مرحبا بحضراتكم في فقرتنا الاولى، وزي ما كنت بناوي في بدايه الحلقه هنتكلم فيها عن المونديال، وهنتكلم عن النهائي والتاريخ الطويل والمنتخبات والجوانب الانسانيه والكواليس اللي يمكن ما كناش شايفينها كمان على الكاميرات والشاشات. كل ده مع ضيفنا العزيز استاذ محمد همام الناقد الرياضي. صباح الخير استاذ محمد. صباح الخير عليك يا استاذه نهاوند، وصباح الخير على الساده المشاهدين قناه النادي الاهلي. اهلا. انت زعلان ليه؟ انت كنت مع فرنسا شكلك. صحيح، فرنسا. طب تصدق زيي بالظبط. بس ده الحزن لتاني يوم. بس على فكره احنا ما فيش مننا كتير. لا فعلا كان يعني معظم الغالبيه كانوا منتخب الارجنتين وليونيل ميسي. 95% فعلا، يعني تلاقي حتى من المصريين ليونيل ميسي. صح. طيب شفت ده ازاي؟ يعني ليه اصلا الناس كانت قوي كده حابه الارجنتين؟ هو إيه ليه؟ يعني هل يستحقوا ولا ده فعلا عشان ميسي فقط؟ يعني المنتخب الارجنتيني صحيح البدايه كانت مفاجاه من مباراه المنتخب السعودي، لكن بعدها المنتخب الارجنتيني قدر ان هو يصحح الوضع ويصحح المسار. طبعا يعني الكل كان متعاطف مع المنتخب الارجنتيني، وخصوصا بعد اعلان ميسي بان غالبيه بنسبه كبيره هتكون ده المونديال الاخير ليه. فيعني يعتبر خلاص اللي هو يعني البطوله دي بالنسبه له يعني حياه او موت. صحيح ان هو اخد كوبا امريكا النسخه الاخيره من البرازيل، لكن بعد صعوبه برضو ما كانش حصل عليها، يعني كان عنده زي احباط فتره كده اللي ما بيحصلش عليها. صحيح. فاكيد يعني بعد كمان محاوله في 2014 ومباراه نهائي مع منتخب المانيا، فكان بالنسبه له البطوله دي كانت مهمه جدا وقدر ان هو يحققها، واكيد ان هو يعني زي ما بيقولوا كده قفل اللعبه خلاص، يعني كل البطولات سواء مع انديه او منتخبات عملها وحققها. دي حقيقه، دي حقيقه. هو يمكن كمان اعلن ده اخر مونديال ليه يشارك فيه، بس عشان برضو الناس اتلخبطت شويه، مش اخر مشاركه دوليه لميسي. بالعكس، هو قال هو فخور ان هو هيمثل الارجنتين مره اخرى دوليا بعد ما فازت بلقب او بكاس العالم، لكن هو ده كان اخر مونديال فقط لميسي يعني. طيب تعالوا نروح على الصعيد الثاني فنيا. هل انت كنت بتشوف بصراحه امبارح فرنسا ولا الارجنتين اللي كانت كفتهم ارجح؟ يعني الكامباك ده السريع اللي في الشوط الثاني شفناه مع فرنسا برضه، يعني يقول لك ايه ده؟ ايه الفرقه دي وايه مبابي ده؟ لا كان برضه حاجه محترمه بصراحه يعني. يعني مفاجاه كبيره جدا. غالبيه حتى الناس اللي كانت بتتابع المباراه كانت شافت خلاص المباراه شبه ان هي انتهت، ومنتخب الارجنتين حتى في الشوط الثاني كان يعتبر مسيطر سيطره كامله في البدايه. لكن امبابي يعني الصراحه يعني صحيح ان هو كان يعتبر مختفي، لكن في يعني اقل من هنقول دقائق بسيطه قلب الماتش، وكان ممكن يعني يحقق الفوز لمنتخب بلاده. امبابي يعني كان ولكن لسه قدامه برضو الفرص. 23 سنة لسه صغير. صحيح. ولسه قدامه طبعا كذا نسخة من كذا مونديال قادم يعني. بس هو مين اللي خسر فرنسا امبارح؟ هل هو مارتينيز ولا يعني ضربات الترجيح ولا كان سوء حظ ولا ايه؟ بالعكس انا كنت شايفها فرنسا محظوظة جدا امبارح. بداية يعني رأيي ان لازم يكون عندك منتخب او فريق عموما قوي لازم يكون من حراسة المرمى. لما نيجي نعمل مقارنة بسيطة ما بين لوريس وما بين ايميليانو مارتينيز، في فرق صراحة، في مفارقة كبيرة جدا ما بينهم. وده يعني كمان حتى قبل بداية ضربات الجزاء وركلات الترجيح كنا بنقول ان كفة الارجنتين هتكون اعلى، خصوصا ان لوريس امبارح في يعني كره الجون الثالث مثلا يعني كانت ممكن ان هو يقدر ان هو يعني يخرجه احسن من كده. لكن يعني كان مستواه كان ضعيف جدا، على عكس مارتينيز قدر ان هو يكسب منتخب بلاده في مباراه هولندا في ركلات ترجيح برضو امبارح، شفناه امبارح برضو قدر ان هو يكسب منتخب بلاده، وفي الفرصه الاخيره بتاعت المنتخب الفرنسي كرة الأخيرة كانت ممكن إن هي تراجع كافة فرنسا وفرنسا تكسب المباراة في آخر دقيقة. لكن مارتينيز امبارح كان ليه دور كبير جدا جدا، بخلاف طبعا ليونيل ميسي وبخلاف الخط الهجومي اللي هو قدر إن هو يرجع الفرقة تاني بعد الجونين بتوع مبابي. فالمنتخب الأرجنتيني كان يستحق لو احنا هنتكلم على 120 دقيقة كاملة. طب دي ماريا وخروجه بتشوف برضو ده اثر ازاي؟ طبعا كان يعني اسكالوني خلاص كان ممكن تفكيره ان هو مباراه خلاص تعتبر انتهت. دي ماريا برضو يعني احنا بنتكلم ان هو مستواه مش هيقدر ان هو يشيل الفريق طول 90 دقيقه، فكان لازم يعني بيفكر في البدائل. صحيح ان هو قدر ان هو يصحح التغيير الغلط من ناحيه ديبالا في اخر الدقائق او لو طارو مارتينيز،
وفي الاخر المنتخب الارجنتيني يعني زي ما بيقولوا كده كانت كفته يعني اقوى. امبابي يعتبر شال المنتخب لوحده، لكن طبعا كرة القدم مش كرة نقول مش فردية يعني. طب بص، انا عندي ملفات كتيره، منها التحكيم على فكره، ملف التحكيمي في المونديال هنروح له برضو، لان في ناس اعترضت. شوف يعني التحكيم ده للاسف عمره ما بيخلص من الانتقادات، يعني حتى أكيد لو بنتكلم على كاس العالم وافضل تحكيم في العالم وغيره، بس خلي النقطه دي شويه، خلينا برضو في اللقطات اللي احنا شايفينها والمشهد امبارح والناس اللي لغايه اخر لحظه انت على اعصابك، ما انتش عارف الكاس رايح لمين بجد، للدقايق الاخيره ما انتش عارف، تيجي بالضربه الترجيح كده خلاص الارجنتين، ترجع تقول لا فرنسا، لا الارجنتين، لا فرنسا. فامبارح كان في تذبذب فظيع، الناس كانت على اعصابها بشكل مش طبيعي، العالم كله خلينا نقولها. بس برضو لو هترجع نتكلم شويه عن ميسي وميبابي، طبعا المقارنه مش فار، ده فرق السن وفرق الخبرات وحاجات كتيره، ميسي بتتكلم داخل على 36 سنه، ميبابي 23، بس انت بتتكلم برضو يعني شارك في 8 مباريات، ميبابي طبعا انا بتكلم صنع 9 اهداف تقريبا او 9 مباريات 8 اهداف، 9 مباريات 8 اهداف واثنين اسيست. منهم مباراة كمان ما لعبش مباراة منتخب تونس، فيعني يعتبر ان هو ايه كان الرقم ده؟ لعب مباراة اقل من ميسي، فان هو يقدر ان هو ياخد الهداف. امبابي يعني شايف ان هو وصل 12 هدف في كاس عالم، فارق ما بينه وما بين حتى في صدارة الهدافين عموما في تاريخ البطولة كلوزا 16 هدف. احنا بنتكلم ان احنا يعني لو احنا شفنا امبابي لو حافظ على الاقل على المستوى اللي هو فيه، على الاقل ممكن يشارك على الاقل في 3 مونديال يعني. يعني سهل جدا ان هو يكسر رقم ويحطم رقم كلوزا ويعديه. فامبابي هنشوف اسطوره جايه ممكن تتفوق على كريستيانو وتتفوق على ميسي، لكن لو احنا شفنا الـ 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 يعني التفكير اللي هو ماشي بيه، فهو واضح ان هو لعيب هيصير على خطوات كبيرة جدا جدا جدا، سواء مع منتخب فرنسا او لسه هنشوف بقى مع باريس، او لو هيتنقل لنادي تاني في الفترة اللي جاية. طب ليه دايما بيتقال على الارجنتين او منتخب الارجنتين منتخب النجم الواحد؟ حتى لو هتيجي تتكلم ان لا ده في كذا نجم، وبرضه يقول لا هو ميسي، زمان كان مارادونا، ما فيش حد قوي التاريخ بيذكره غير مع الارجنتين، دايما غير واحد، على عكس مثلا او على غرار تقول منتخب ايطاليا، منتخب ايطاليا كل النجوم ما احنا حافظينهم اللي صحيح. شاركوا في كاس العالم، ليه كده؟ لو نيجي نشوف مثلا تصريحات اللعيبه سواء قبل البطوله او بعد البطوله، التفكير الاساسي كان التتويج بكاس العالم علشان خاطر ميسي. واحنا مثلا لو شفنا تصريح اميليانو مارتينيز قال لك احنا لعبنا البطوله وهدفنا ان احنا ناخد كاس العالم عشان خاطر ميسي. الجمهور الارجنتيني عنده ايقونه مارادونا وبيحاولوا ان هم كانوا يشوفوا اسطوره ليهم وفعلا يستحق ان هو يكون زي مارادونا. هو ميسي حقق كتير جدا جدا في على صعيد الانديه ومع منتخب بلاده في سنه واحده، قدر ان هو يعني زي ما بيقولوا كده الحظ والكره بتبتسم له بان هو تتويج بكوبا امريكا وبكاس العالم. فميسي يستحق ان هو يعني زي ما بيقولوا كده، حتى كنا بنشوف في اوضه غرف الملابس بيجمع اللعيبه، اللعيبه كلها بتلعب علشان خاطر هدف واحد، هم عاوزين المكسب سواء ليهم او لبلدهم او لميسي. دي حقيقة فعلا. طيب بتشوف مين من المنتخبات برضو إلى لحد ما ظلمت نفسها أو ما خدتش الحظ اللي هي تستحقه في هذا المونديال؟ البرازيل. البرازيل كانت بالنسبة لي كانت من المرشحين ان هي تكسب البطولة، يعني غلطات بسيطة جدا جدا كلفتهم الخروج من منتخب كرواتيا. طبعا بالنسبة لي كانت المفاجأة وبالنسبة للجمهور كتير، وكان بالنسبة لنا المنتخب المغربي كان كنا ممكن نشوفه نقدر ان هو يكسب المنتخب الفرنسي. برضو في منتخبات كتير يعني كانت بالنسبة لي مفاجأة من ناحية النتائج، سواء كان مثلا منتخب بلجيكا او منتخب الدنمارك او صربيا. لكن لما نيجي نشوف على ارض الواقع احنا بنشوف منتخب طبعا النهائي لما يكون فرنسا والارجنتين مفيش مفاجآت، بل بالعكس منتخب الارجنتين كان يكون ما كانش مرشح بنسبه كبيره زي المنتخب الفرنسي. طبعا لكن سكالوني مع اللعيبه قدروا ان هم يكونوا تيم واحد وقدروا ان هم يحققوا اللي هم كانوا عاوزينه، ومنتخب يستحق طبعا ان هو يكسب البطوله.
طب امبارح كنت قبل المباراه بصراحه، ان كل واحد كان بيتكلم عن الاستوديوهات التحليليه والحاجات اللي زي كده، ناس تقول لك انا كنت شايف ان المباراه هتخلص في الشوط الاول، في ناس تانية قالت لك لا هتوصل لضربات الترجيح، كنت متخيل ايه يا استاذ محمد؟ بالنسبه لي يعني بعد الهدف الثاني في الشوط الاولاني مستوى كان المنتخب الفرنسي كان سيء جدا، حتى لدرجه ان ديشامب عمل تغييرات على طول، خروج جيرو مع ديمبلي مع بدايه الشوط الثاني برضو المستوى كان سيء، لولا اخطاء او خطا بالتحديد اوتاماندي وضربه الجزاء الوضع اتغير جدا، الفرصه رجعت تاني للمنتخب الفرنسي وقدروا ان هم على طول بعدها على طول يلدغوا بجون تاني، وكنا ممكن نشوف بعد جون التعادل لفرنسا ان هم يقدروا يكسبوا لولا ان المنتخب الارجنتيني رجع نفسه تاني، جمعوا الصفوف تاني والتغييرات مع فرصه لوتارو مارتينيز ضيعها برضو، كانت فرصه كانت ممكن ترجع كفه الارجنتين، لكن كانت بالنسبه لنا المباراه كانت رايحه جايه مش عارفين مين اللي ممكن يقدر يكسب. ده مش ممكن، ده يعني انا ما شفت في الاول الواحد كان قلقان في الشوط الاول، فرنسا ما كانتش موجوده تقريبا، خلينا نقول صحيح مبابي ما حسيناش بيه لحد دقيقة 80 تقريبا، لحد دقيقة 80 بس الواحد وهو قاعد بيتفرج بغض النظر بقى ان هو بيشجع فرنسا، بس هو معقوله الماتش الفينال بتاع المونديال بهذه السهوله؟ صحيح اللي هو ايه ده، ايه الماتش اللي مش ممتع ده، ونزلنا وكلفنا نفسنا وخارجين والناس موجوده وزحمه في الشوارع ولبس الاعلام والتيشيرتات، في الاخر هو ده الماتش بتاع نهائي، فجاه الدنيا اتشقلبت، صح فجاه لقيت الناس ابتدت تترقب، اللي كان قاعد مريح بقى قال قام يعني وقف وبتاع، اللي هو ايه ده اللي بيحصل. الفكرة ان يعني كان كتير قالوا ان ده أسوأ نسخة او أسوأ نهائي في نسخة في الاول المونديال، بعض كمان جمهور المنتخب الفرنسي مثلا او اللي هنقول ان هم مش عاوزين ميسي ياخد البطولة قالوا ان فرنسا قدمت مباراة وحشة جدا جدا، لكن امبابي قلب الكفة خالص وشايف ان امبابي كان يستحق اكتر من كده كمان الصراحة، ان هو يعني يكون مش هداف بطولة بس، لكن ميسي يعني اخذ احسن لاعب في البطوله، كنت شايف رأي ان امبابي يعني كان يستحق ان هو ياخد احسن لاعب في البطوله، لكن هو يعني جايزه زي ما بيقولوا كده جايزه تكريميه خصوصا لميسي، يعتبر بالنسبه زي ما قلنا وذكرنا ده اخر بطوله ليه، فيعتبر ان هو ايه حاجه تكريميه ليه والمنتخب بلاده، وخصوصا بعد محاولات سنين مع منتخب الارجنتين ان هو يرجع لهم الكاس عالم من 86 يعني كان في 38 سنه، يعني يستحق ميسي على يعني بالنسبه للمشوار والتاريخ اللي قدمه سواء للانديه اللي لعب لها او لمنتخب الارجنتين. وكمان تويتر عجبتني قوي لميسي بعد المباراه، قال لك يعني هو دايما معروف عنه ان هو وكريستيانو من اللعيبه اللي الفاميلي او العيله بتاعتهم مرتبط بيهم بشكل كبير جدا، ودي يعني دايما من خلال الصور بينزلوها والحاجات اللي زي كده، وكان حتى التويتر اللي كتبها قال لك يعني دايما الفوز بس العائله بتاتي اولا، هو كان دايما بيصرح بده او حتى صرح بده يعني. وهروح معاك بقى لتصريحات انفانتينو، لان هو قال تصريحات جميله جدا، خليني اقراها حتى ليترلي اتقال ايه علشان الواحد ما يجودش. هو قال كده بالظبط: النهائي لا يصدق، تمام، اعتقد انه النهائي الاجمل في تاريخ كره القدم، وتوج فيه المنتخب الاقوى، وكذلك استحق المنتخب الفرنسي الفوز، احاسيس لا يمكن وصفها. وشكر جدا كمان في فكره هنا قطر والتنظيم، وان هي عملت فرق كبير يعني، وكمان ناس كتير ابتدت من دلوقتي تسال استاذ محمد، يقول لك هو مونديال 2026 هيبقى عامل ازاي؟ فلا يعني في بريشر هيبقى موجود، وفي زي ما بتقال كده ترقب من العالم كله من القائمين على كرة القدم العالمية. الفكرة مش في النهاية بس، الفكرة دي بالنسبة لي كرأي أنا شخصي دي أعظم نسخة لكأس العالم، شفنا فيه مباريات ما كناش نتوقع نتائج بالشكل ده، يعني لما بنتكلم في البداية المنتخب السعودي بيكسب المنتخب الأرجنتيني، المنتخب التونسي بيكسب المنتخب الفرنسي، مشوار المنتخب المغربي ووصوله النص النهائي، وكان كتير جدا كان متوقع إن المنتخب المغربي ممكن يوصل نهائي، كتير زعلنا ان احنا المنتخب المغربي كان يقدر يستغل الفرصه ويوصل للنهائي، فبطوله ونسخه كانت عظيمه جدا جدا. بالنسبه للمنتخبات يعني شفنا يعني منتخبات صعدت وبقوه، وشفنا منتخبات ممكن تكون يعني في الفتره اللي جايه هتكون من المرشحين كمان، يعني كتير قالوا ان ممكن فرق التوقيت وخصوصا البطوله بتتلعب في التوقيت ده كانت نقطه مهمه جدا ان احنا نشوف المستوى بالشكل ده، او المستوى يكون يعني ما نتوقعش ان مثلا كفه منتخب تكون اعلى من كفه منتخب تاني،
فبالنسبه لي ان النسخه دي افضل نسخه في من النسخ الاخيره في كاس العالم. لسه هنشوف مونديال 2026، خصوصا ان هي هتتلعب ما بين كذا دوله، سواء الولايات المتحده الامريكيه وكندا والمكسيك، المكسيك بالظبط. فهنشوف لسه. ولكن بالنسبه لي لغايه دلوقتي مونديال قطر من اعظم صحيح المونديالات. بتقدر تتفرج على كل الماتشات، تنتقل من هنا لهنا في 20 دقيقه مش بسفر وساعات. يعني كان زميلنا احمد عويس موجود في الدوحه صحيح. وشرح لنا الصوره، كمان افضل شيء يعني مش ممكن عشان اتفرج اقعد اسافر واروح اجي. المونديال القادم يبقى صعب، صحيح هنقعد نلف اللي هيحضر يعني. صحيح صحيح. طيب نروح للملف برضو والأداء التحكيمي في المونديال، اللي البعض كان مش متوقع ان هو هينال بعض الانتقادات بهذا الشكل، لان لا في كتير لعيبة منهم ميسي اعترض على أداء تحكيمي كتير او اكتر من مرة يعني. فبرضو ده بتقيمه ازاي، ولا ده داخل تحت بند الأخطاء التحكيمية المصرح بها دوليا او المقبولة دوليا اللي بتبقى بنسبة تقريبا 10%؟ مهما يحصل في كرة القدم لازم يكون في أخطاء تحكيمية، لكن الأخطاء بتكون متفاوتة. مثلا بنتكلم في ماتش مثلا الأرجنتين مع كرواتيا، ميسي انتقد التحكيم، لوكا مودريتش انتقد التحكيم. ماتش المغرب احتكت رسميا على ماتش نصف النهائي مع فرنسا. حتى برضو في مباراة الثالث والرابع مع منتخب كرواتيا، أشرف حكيمي كان يعني زي ما بيقولوا كده كان في خلاف مع انفانتينو على مستوى التحكيم. امبارح كرة ضربة الجزاء خطأ ديمبلي مع دي ماريا، كتير شفناها ان هي ما تستحقش ان هي تكون ضربة جزاء، لكن احنا بنتكلم. بس امبارح الأرجنتين صراحة كانت عنيفة في اللعب، يعني احنا شفنا كذا زي ما تقال كده لعب غلط من لعيبة الأرجنتين، شد من الدراع، شد عادة من التيشيرتات، فكعبلة يعني شفناها بصراحة. يعني هي عادة اللعيب اللي هم يعني أمريكا اللاتينية، يعني دي عادتهم. رغم القوة إن أحجامهم بالنسبة للعيبة فرنسا يا صغيرين، لعيبة فرنسا حجم تاني، بس كانوا لا بصراحة كانوا في عنف يعني شديد دي يعني. عادتهم ودي ده أسلوبهم، أسلوب القوي وأسلوب العنيف مع الخصم. ممكن يكون ان هو زي ما بيقولوا كده يعني بيرهم المنافس شويه ممكن، ولكن الحكم كان فيه قرارات كده يعني بعض اللي يعني شايفين الجدليه كان ممكن يدي فيها كروت صفراء ولا حاجه. لكن احنا بنتكلم في نهائي، اكيد طبعا كل طرف عاوز يكسب باي طريقه. منتخب الارجنتين كاسلوبه قدر ان هو يكسب بطريقته، وفي النهايه منتخب الارجنتين لو احنا زي ما انا ذكرت 120 دقيقه هو يستحق اجمالي ان هو ياخد البطوله. طيب بص بقى، هو فاضل تقريبا دقائق قليله، فعايز استغل الفاضل ده ونتكلم شويه، نرجع لمصر بقى، نرجع لمصر. احنا خلاص رح هنرجع لمصر بعد هنرجع. فالنقطه اللي ما عجبتنيش شويه، وانا قلت الكلام ده في اول الحلقه لو حضرتك تابعت، كم بقى التريقه والانتقادات اللي جت من بعض الناس، اللي هو خلصنا ده بقى تعالوا بقى نروح لمحليا. الناس تتريق طبعا على الفرق الشاسع الموجود، وبالمناسبه هو امر واقع طبعا، في فرق هنا وهنا حاجه تانية. بس ستيل انا لما باجي اتريق على الكره المصريه واتريق على اللعيبه بتوعي اللي هم بيمثلوا الانديه المختلفه والمنتخب، بحس ان ده تقليل من الذات. فانا صح. لو هقعد اجلد نفسي واقعد اقلل من نفسي عمري ما هوصل لحاجه. صح. انا ممكن اقول ان انا عندي مستوى مش الافضل، ممكن اقول ان انا الناس دي بعيدة عني جدا، لكن ما يبقاش عندي حتة ان انا دايما شايف نفسي صغير. ما هو دايما شايف نفسي صغير عمري ما هحقق حاجة. صح. وحتى لو اللعيبة بتاعتنا، حتى لو اتحاد الكرة بتاعك، حتى لو كل القائمين على منظومة كرة القدم والرياضة في مصر حاولوا ان هم يعملوا حاجة، هيخافوا لان كل شوية نقد نقد، تقليل من الذات. وده يمكن برضو اللي عكس اللخبطه والتخبط اللي حصلت مع منتخب مصر، من فكره مدير فني هنا وهنا وهنا اربعه في فتره قصيره. ده لان صاحب القرار الى حد ما ده اللي احنا شعرنا بيه، او المسج اللي وصلت لنا ان في تخبط، في رعب، في خوف من الانتقاد، عمالين نجيب حد مش كويس طب ما نستناش عليه لان الناس مش هترحمنا. ما انت من الاول لو واخد قرار وشايف ان هو الصح خليك عند كلامك وتحمل النتيجه في الاخر. لكن للاسف كمان استاذ محمد لو تتفق معايا، ما حدش بيتحمل النتيجه اصلا في الاخر، يعني ما حدش بيحاسب على حاجه في الاخر. هو النقد عموما يعني حاجه مستمره، خصوصا هنا في مصر. اي موقف سواء كان ايجابي او سلبي انت لازم هتكون تحت ضغط، لكن الفكره مين اللي هيواجه، او انت عندك القدره انك هتواجه ولا لا. احنا بنتكلم مثلا على الدوري المصري زي ما حضرتك ذكرتي. الدوري المصري احنا شايفين ان مسؤولين بيحاولوا يطوروا الدوري، بنشوف رابطه الانديه. صحيح بنكون في اخطاء، سواء كان اخطاء ما بين انديه او ما بين لعيبه او ما بين حكام او لكن احنا بنشوف في تطوير شويه.
وده عكس حتى في الماتشات الاخيره في الدوري. لو يعني كاس العالم كان مسيطر شويه على الاجواء، طبعا اكيد طبعا مسيطر على الاجواء يعني بشكل اكبر، لكن كنا بنشوف ماتشات في الدوري، ماتشات بتنتهي في اللحظات الاخيره، ماتش ممكن يبقى 2-0 برده ويبقى يخلص 3-2. احنا بنشوف اللعيبه والانديه بتحاول ان هي تجتهد ان هي تقدم كوره. احنا لو اتكلمنا وقلنا ان احنا زي ما حضرتك ذكرت وقلنا ان احنا بنقلل من النفس او بنقلل الذات، مش هنوصل ومش هنتطور. بالظبط. احنا مثلا يا ريت نشوف مثلا نموذج زي منتخب المغرب والاسلوب الاتحاد المغربي. يعني بنتكلم ان قبل بدايه البطوله كاس العالم بحوالي شهور بسيطه بيغير المدرب خليلي زيتش وبيجيب مدرب قدر ان هو يعني بلغه الكوره ما فيش مستحيل دلوقتي انت تقدر انك تحقق حاجه وتحقق نتائج مع وليد الركراجي. فيعني يا ريت نفكر اكتر في ان احنا بنركز في شغلنا بس، ما نفكرش في انتقادات. اكيد طبعا هيكون في انتقادات، ولكن ما نفكرش في بس ما تنتقدش عشان تهدى، انتقد عشان تساعد على البنى، في فرق شاسع. اكيد طبعا، فهي دي النقطه. أكيد. يعني ومش عايزه الروح دي تتصدر بقى محليا للعيبه بتاعتنا اللي هم يقعدوا يقولوا مهما عملنا ومهما ادينا، روح الانهزاميه دي هم داخلين بقى على ماتشات مهمه، صحيح. مش حلوه برضو انك يعني تصدرها يعني لهم. يعني ابسط مثال مثلا محمد صلاح مثلا، يعني ابسط مثال، يعني لعيب واجه كتير جدا 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 من الانتقادات من الهجوم سواء كان في مصر او بره مصر، لكن كان تفكيره واحد وشوفنا دلوقتي النتيجه فين. لو بالظبط. كان بص وركز في الانتقادات والهجوم ما كانش وصل اللي هو فيه دلوقتي. فده مثال بسيط بالنسبه لنا كمصريين، محمد صلاح. صح، متفق معاك. وكده كده الواحد لو عنده حلم يركز في حلمه، مش مهم خالص مين بيقول ايه، لان مين بيقول ايه في الاول وفي الاخر هو مين. يعني اللي بينتقد محمد صلاح بينتقد اي لاعب، في الاول وفي الاخر حضرتك بتنتقد بناء على ايه، خبرتك ايه وموقعك ايه وعايز تستفيد من الانتقاد ده ايه. فالواحد لازم فعلا يركز. انا متفق معاك جدا استاذ محمد، للاسف الوقت خلص، بس قراءه كانت سريعه بس لمينا كل حاجه تقريبا. وما نزعلش بقى، خلاص المونديال وعدى. ان شاء الله وكده يعوضوها. كده فرنسا خدتها، فمش مشكله. ان يعني شاء الله مش ان مشكله شاء الله يعوضها ويعوضها النبيل النسخه اللي جايه ان شاء الله. باذن الله. انا بشكر حضرتك، هنروح فاصل ونرجع مع حضراتكم بقى عشان نتكلم عن الرياضه اللي كنت بقولها في بدايه الحلقه، بعرف يعني عنها، هي اسمها الدوتش بول. دوتش بول دي رياضه مش معروفه لناس كتيره، يمكن برضو مش واخده حيز كبير من الاهتمام محليا، لكن هي رياضه مهمه ورياضه ليها شويه او واخده بعض الرولز كده من رياضات مختلفه. هنعرف تاريخها، دخلت مصر امتى، مصر محققه فيها ايه، كل ده بعد الفاصل. خليكم معانا.